السلام عليكم. ده مثال على ملف الروم داتا شيت، بنلاقي مثلا غرفة في البلان، غرفة في السيلينج، في كام سيكشن كده، وكل واحدة فيهم بتديني معلومات عن الغرفة والألعاب بتاعتها وكل الإكيوبمنت اللي موجودة زي ما أنت شايف. مثلا ده النيرس بورد، ده هنا التليفون ديسك، هنا في كل حاجة بقى في المواصفات بتاعتها، المراية مثلا. كل واحدة منهم لازم تاخد رقم، تمام؟ لأن هو مش عايز يقول إن في مراية، لا، عايز يقول المواصفات بتاعة المراية دي. وده في السيلينج بيقول لي إيه الهاتين، وده في السيلينج ومواصفات السيلينج، وبرده في السكاشن بحيث إن أنت تقدر تشوف الحاجة. فأنا ببدأ آخد الحاجات ديت وأعملها في البيم في التفاصيل بتاعتها. المفروض كل واحدة من دول، ده هو 3D للحاجة، كل واحدة من دول بيبقى فيه ملف بيقول لي مثلا دي أبعادها إيه وطولها إيه والتفاصيل بتاعة كل الإكيبمنت دي، بحيث إن أنا أقدر أعملها بالظبط في الموديل بتاعي. يعني على سبيل المثال ممكن يكون مثلا التليفون دوت، أو ممكن مثلا المراية دي يكون أنت راسمها بشكل ستاندرد، بس هي ليها أبعاد معينة، ممكن مثلا حاجة خاصة بيه، دول حاجات خاصة، فبيبقى ليها ميل بحيث هو قاعد على الكرسي يبقى شايف نفسه، تمام؟ فببدأ أحط كل المواصفات. ممكن يكون مثلا الترابيزة دي الأبعاد معينة، لما أحطها فجأة إن مساحتها كبيرة، فأبدأ أدرس الموضوع الحل إزاي. الكرسي ممكن يكون ليه أبعاد معينة ومواصفات معينة، فلما يكون مكتوب الرقم دوت وأرجع ليه أعمل نفس التمليه اللي هيشتروها. فببقى مطابق للحاجات اللي موجودة في ملف الريفت أو ملف البيم، نفس الحاجات اللي هتتنفذ، فده بيسهل لي الشغل اللي يكون مطابق للي هتنفذ فيها.